أخبار اليوم. ودلوقتي ننتقل إلى السؤال الخامس، والسؤال الخامس هو عبارة عن موضوع تعبير. زي ما إحنا شايفين وعارفين في ورقة الأسئلة بيبقى عندنا موضوعين، والطالب مفروض إن هو بيختار أحد الموضوعين، موضوع عادي وموضوع تعبير على هيئة إيميل، بريد إلكتروني. الطالب بيختار أحد الموضوعين ويجوز أن يكتب في الموضوعين وبيحصل على أعلى درجة في الاثنين. يعني ممكن أكتب الموضوع ده وممكن أكتب الموضوع ده، خلاص؟ بس قبل ما أبدأ أني أنا أكتب الموضوع ده لازم أقرأ التعليمات بتاعت السؤال. بتقول إيه تعليمات السؤال؟ بتقول أول حاجة أن أنا لازم أكتب 30 كلمة على الأقل، يبقى عدد الكلمات لازم يكتب 30 كلمة. والثلاثين كلمة أحب أطمن أبناء الطلبة إن الثلاثين كلمة دول الأداة بتحسب كلمة، حرف الجر بيحسب كلمة، الصفة بتحسب كلمة، الاسم بيحسب كلمة، الفعل بيحسب كلمة، ظرف الزمان بيحسب كلمة، ظرف المكان بيحسب كلمة. كل هذا هتبص الثلاثين كلمة هم عبارة عن ست جمل أو خمس جمل هيكتبوا في حوالي من ثلاث سطور لأربع سطور، خلاص؟ حسب كل سطر خط كل واحد بيكتب قد ايه في السطر. بكتب 30 كلمة في احد الموضوعين، وقبل ما ابدأ اجاوب على اي سؤال من دول او اكتب في الموضوع لازم اول حاجة اقرأ راس الموضوع بتقول ايه وافهمها كويس جدا. هل راس الموضوع ده بتتكلم عن زي ما احنا عندنا كده موطني المدينة الوطن بتاعتي، او عن وقت الفراغ بتاع حضرتك؟ بتتكلم عن وقت الفراغ بتاع حضرتك او موطني؟ فأنا بختار. لازم أشوف برضو الزمن، هل هو عايزني أكتب في المضارع ولا عايزني أكتب في الماضي، ده يعتمد على صيغة السؤال. لازم أني أنا ألتزم بالكلمات المعطاة، وأحب أنبه عشان هنا في بعض اللبس في الموضوع ده، الطالب بيستخدم نفس الكلمات في بناء جمل وليس الكلام عنها. يعني دي مش أفكار، دي كلمات، دي هي نفسها نفس الكلمة هو اللي يستخدمها في الحوار. لازم أراعي القواعد النحوية وأنا ببني الجملة، لازم أراعي الكتابة والحروف اللي هي الإملائية، القواعد الإملائية، إيه الحرف اللي هيكتب كابيتال أو إيه الحرف اللي هيكتب كروس، إيه الحرف اللي هيكتب كلاين، لازم أراعي الحاجات دي. وبالنسبة للإيميل لازم أراعي المقدمة والخاتمة. طيب أنا مثلا عندي الموضوع الأولاني، الموضوع الأولاني ده بيتكلم عن المدينة الوطن بتاعتي. طيب إيه المقترحات اللي أنا ممكن أكتبها أو إيه الجمل اللي أنا ممكن أتكلم عنها في الموضوع ده؟ أول حاجة هو مديني كلمة جروس. الأول أنا لازم أعرف إيه المدينة الوطن بتاعتي، أنا وطني إيه، مدينتي إيه. فالمدينة الوطن بتاعتي مثلا أنا القاهرة، فهبدأ أقول meine Heimatstadt ist Kairo، أدي جملة meine Heimatstadt ist Kairo، أعرفها. طيب الكلمة الثانية كروس كبيرة، فأنا أبدأ أتكلم عن بلدي القاهرة دي كبيرة، أقول es ist groß und schön، es ist groß und modern. تاني دي الجملة الثانية، الجملة الثالثة فيها verb liegen، liegen يعني تقع، فهبتدي أعرف كايرو ليكت أمنين، كايرو ليكت إن إيجيبتن، يبقى هستخدم verb إيه؟ liegen. بعد كده عندي sehenswürdigkeiten، معالم سياحية، هقول إن كايرو جبت إس في sehenswürdigkeiten، في مصر في معالم سياحية كثيرة. زوم بايشبيل على سبيل المثال دين كايرو تورم، برج القاهره، داس ايجيبتشي موزيوم، المتحف المصري، واذكر اي معالم سياحيه موجوده في مصر. وابتدي بقى ادخل جمل في النص بحيث عشان اكمل ال 30 جمله بتاعتي. انا قلت في القاهره ان كايرو جبت اس في لزينس فيردش كايتن زوم بايشبيل دين كايرو تورم اند داس ايجيبتشي موزيوم،
أبدأ بقى أربط بجملة تانية أقول deshalb لذلك كومن في لتوريست النخ كايرو لذلك بيجي ناس كتيرة سياح كتير إلى القاهرة أو deshalb بزوخ في لتوريست كايرو دي كده جملة عايدة على الجملة اللي وبدأت بأداة ربطت ما بين الجملة التانية والجملة الأولانية. بعد كده عندي كلمة إم زوما هقول إم زوما إس داس فيتر هايس أند فايشت إن كايرو في مصر في الصيف بيبقى الجو حار ورطب. يبقى أنا كده اتكلمت عن كايرو واتكلمت بجمل. وأحب أنبه أبناء الطلبة لحاجة، ما تبدأش كل الجمل بنفس الكلمة، نوع بدايات الجمل، يجب تنويع بدايات الجمل. من الأفضل استخدام أدوات ربط حتى يحدث تماسك داخل النص، ترابط داخل النص، ده مهم جدا. ما ينفعش ده مش هيبقى موضوع تعبير لو بدأت كل جملة بأنا بعمل كذا، أنا بعمل كذا، أنا بعمل كذا، ده ما أصبحش موضوع تعبير، ده أصبح جمل مفردة. فعشان كده لازم أراعي التماسك بين الجمل بتاعت النص. بالنسبة للموضوع الثاني، الموضوع الثاني بيقول زي هايس الرامي، انت اسمك رامي، شرايبن زي ان ايرن بروف فريند ماريو اوبر كذا، اكتب لصاحبك ماريو عن وقت فراغك. طيب انا مطلوب مني هنا اعمل ايميل، يبقى لازم استخدم الاسماء دي اللي هو مديها لي، ما استخدمش اسم انا، ما حدش يكتب اسمه في ورقه الاجابه، ده ممنوع. اللي هيكتب اسمه في ورقه الاجابه ده خطا، والورقه بتاعته هتتحول الى لجنه خاصه، فما ينفعش انا استخدم الاسماء. بيقول لي اكتب لرامي، اكتب لرامي، انت اسمك كذا، ان انا اسمي كذا، خلاص. يبقى حضرتك اسمك رامي وبتكتب لماريو. طب هبدا ازاي؟ هقول اول حاجه ده ولد، هقول ليبر ماريو، عزيزي ماريو. لو بنت جالي ما جاليش اسم ولد، جالي اسم بنت، مش هقول ليبر بقى، هقول ليبا. لو بنت اقول ليبا، لو ولد اقول ليبا، خلاص. وابدا المقدمه بتاعه الخطاب واقول مثلا في جيتس، كيف حالك، هوفنتليش كوت، اتمنى ان انت تكون كويس. وابتدي ابدا الجمل بتاعتي عادي خالص كموضوع تعبير عادي خالص، بس هو ليه مقدمه وخاتمه. فانا هبدا اقول مثلا ام زوما هابن فير فيرين، في الاجازه احنا عندنا في الصيف احنا عندنا اجازه. اندن فيرين، اندن فيرين في الاجازه هابي ايش فيل فرايت سايت، عندي وقت كتير جدا فراغ. ايش هابي فيلي هوبس فوسبال شبيلن، زوم بايشبيل فوسبال شبيلن، شويمن، ليزن، كمبيوتر شبيله، اي هوايات انا عايزه اقولها. وهقول ان ماينر فرايت سايت في وقت فراغي، جي ايش ان دن كلوب هروح النادي، دورت تريف ايش ماين فريند هقابل اصدقائي، فير شبيلن فوسبال زوزامن بنلعب كره قدم مع بعض. وهكمل ال 30 كلمه اللي هو طالبهم مني. ولازم اعرف الموضوع ده بيتصحح ازاي عشان برضو ناخد بالنا احنا بنحصل على الدرجات ازاي. الموضوع ده من 5 درجات، درجتين على المضمون ان انا بتكلم على المضمون بتاع النقاط اللي احنا مدينها والكلمات دي، ودرجتين على الكتابة الصحيحة والقواعد النحوية، ودرجة على التزامي بعدد الكلمات. يبقى 2 2 2 و2 و1، 2 للمضمون مضمون الموضوع، 2 للكتابة الصحيحة، درجة 1 لالتزامي بعدد الكلمات. وده كده كان السؤال الخامس اللي احنا بنقول ان انا من حقي ان انا جاوبه مرتين وهحصل على اعلى الدرجات.